سواء في اي فيز من الفيز بتاعه الاستكشاف عن البترول، سواء في المراحل الاولانيه خالص اللي هي الاكسبلوريشن او في الابريزل او في الديفلوبمنت. فاحتياج السايزميك داتا بيبقى مهم جدا بالنسبه للهيدروكربون اندستري ان جنرال، لاني في كل يعني السايزميك داتا بنقدر نشوف فيها من ابسط الامور، من اول ان احنا نقدر نشوف الاستراكشر والاستراتيجرافي اوف ذا سب سيرفيس الى ان احنا نقدر نعمل سايزميك انفيرجن، فنقدر نحول السايزميك داتا اللي عندنا اللي هي ريفلكتيفيتي زي ما هنفهم حالا دلوقتي الى فلويد كونتنت وليسولوجي، فنقدر نعرف نعمل ريزرفوار كاركترايزيشن، ونقدر نعرف الليسولوجي ونوع الفلويد الموجود وزن الريزرفوار. فاحنا ان شاء الله هنغطي ال 2D and 3D land and marine seismic data acquisition، وهنفهم يعني ايه 2D و 3D، وهنفهم قبل ما تخلص المحاضرة ايه الفرق بينهم وايه الفرق بين اللاند والمارين acquisition. دي التوبكس اللي ان شاء الله هنتكلم عنها النهارده. في الاول خالص هديكوا principles of seismic reflection method، ايه البرنسبلز بتاع الطريقه. هنتكلم عن الاكويبمنت اللي احنا بنستخدمها في السايزميك اكسبلوريشن او سبيشالي سايزميك اكوزيشن. هنتكلم كمان عن السايزميك داتا ريكوردينج فورماتس، وبعدين هنبتدي نشوف التكنيك اللي احنا بنستخدمه عشان تو ريكورد او تو اكواير سايزميك داتا. بعد كده هنتكلم عن البارامترز اللي احنا بنستخدمها او لازم ناخد بالنا منها واحنا بنعمل ديزاين للسايزميك اكوزيشن او سايزميك بروجرام او سايزميك سيرفي، كلهم ليهم تقريبا نفس المعنى. وبعدين هوريكم اكزامبلز من اللاند والمارين اكوزيشنز الحقيقيه، يعني صور حقيقيه، وهنعرف الانواع كمان جديده من او يعني انواع جديده من الاكوزيشن وانواع مختلفه، وكل نوع بنستخدمه امتى. عايزكم واحنا في المحاضره ان شاء الله تاخدوا بالكم من الكلمات دي، يعني انتوا ركزوا عليها وشوفوا احنا خلال الشرح هنغطي الكلام ده ازاي، لان ده الكلام المهم اللي انا محتاج ان انتوا تطلعوا بيه من المحاضره بتاعت السيزمك داتا اكوزيشن. يعني مثلا الريفليكشن يعني ايه، ريفليكشن يعني ايه، سي ام بي يعني ايه، سامبل ريت يعني ايه، اوفسيتس يعني ايه، اليسنج يعني ايه، جيومتري ايه، الفرق بين ال 2D وال 3D يعني ايه، فولد. ناخد بالنا من كلمة فولد، لان طبعا احنا عندنا في الجيولوجيا في عندنا الفولدنج، عندنا فولد زي الانتكلاين والسينكلاين، ده مش المقصود بيه خالص كلمة فولد في السايزميك اكوزيشن. فمن فضلكم الكلمات هنا سايبها قدامكم، عايز تاخدوا بالكم لان الكلام ده دي كي ووردز عشان نقدر نفهم السايزميك اكوزيشن بشكل افضل. هنبتدي ان شاء الله بالبرنسبلز. الفكرة ببساطة في السايزميك ميثود هي ان احنا بنستخدم الصوت. عارفين فكرة صدى الصوت؟ الفكرة بالظبط ان احنا بنستخدم الصوت. الصوت هو الانرجي اللي احنا بنستخدمها عشان بيحصل لها بروباجيشن للسب سيرفيس وبعدين تترد ريفلكت باك على السيرفيس ونسجلها. هي دي ببساطة شديدة جدا السايزميك ميثود، الفكرة ببساطة يعني شديدة. طبعا انتوا عارفين ان احنا زي ما انا بكلمكم دلوقتي الصوت بيخرج بيتنقل من عندي لعندكم ازاي. طبعا احنا دلوقتي على اونلاين، فهو بيتنقل خلال الانترنت او وات ايفر، لكن انتوا بتسمعوه من السماعه ازاي. هو بيحصل فايبريشن، والفايبريشن دي بنسمعها بودننا، فالصوت بيتنقل عن طريق الفايبريشن اللي احنا شايفينها دي. اوكي، كمان الصوت ده ليه خاصيات كتيره جدا، فمن ضمن الكاركترستكس بتاعته ان الصوت ليه ديفرنت امبليتيود وديفرنت فريكوانسي. في ناس مننا صوتها اجش، في ناس مننا صوتها رفيع، يعني البنات والستات صوتها رفيع، الرجاله صوتها اجش، تمام. فده بيعتمد على الفريكوانسي، الصوت الرفيع بيبقى هاير فريكوانسي عن الصوت اللي هو اجش. كمان الامبليتيود زي ما انتم شايفين كده، يعني ده امبليتيود اللي هو ارتفاع الموجه كده لفوق، دي مثلا دي عباره عن بيك ودي ترف، ده بنسميه الامبليتيود. هنا يمكن الامبليتيود عالي عن هنا، هنا الفريكوانسي عالي والامبليتيود قليل، هنا هنحس ان في امبليتيود مختلف مع الكذا موجه اللي احنا شايفينها هنا. يبقى يهمنا ان احنا نعرف ان الصوت
بتنقل عن طريق الفايبريشنز، والفايبريشنز دي هي بتعمل موجات، الموجات الصوتية اللي احنا بنتكلم عنها. فهي الموجات دي كمان هيبقى ليها different amplitudes وليها different frequencies. من الصوت كمان ليه خاصية ان هو لو كان في عائق قدامه يبتدي يحصل له ان هو يرتد تاني، اللي هي فكرة صدى الصوت. بتهيألي كلنا جربنا صدى الصوت، لو انت في مكان فاضي واتكلمت او زعقت الصوت بيرجع لك تاني. فدي خاصية من خواص السايزم، بالظبط زي الضوء. لو انا عندي كشاف كده وبعدين بسلط الضوء على مرايه او على سطح عاكس هيبتدي يترد، اقدر اشوفه تاني. برضو نفس القصه في الصوت، ان هو الصوت لو الصوت نزل على سطح عاكس، ناخد بالنا من الموضوع ده جدا، لو الصوت نزل على سطح عاكس فجزء منه بيتعكس ونقدر نسمعه فوق. هي دي يا جماعه الفكره بالظبط بتاعت السايزميك ميثود او السايزميك اكوزيشن. زي ما احنا شايفين كده ببساطه، هيبقى عندي سورس اوف انرجي. طبعا هيبقى اي نوع الانرجي السورس هنا؟ ايوه بالظبط صوت. يبقى عندي انرجي سورس هيطلع صوت. الصوت ده بيتنقل عن طريق موجات زي ما احنا شايفين، كان هي موجات اهي، الموجات اهي تمام، اللي احنا طبعا بتبقى شكل السفير، هي بتمشي في كل الاتجاهات، لكن احنا بنعمل خطوط زي ما انتم شايفينها اللي هي السوداء والحمراء والزرقاء دي عشان نعرف اتجاه الصوت ماشي فين. فالصوت هينزل هيبتدي يقابل سطوح عكسه اللي هي الريفليكشنز، الريفليكشن سيرفيسز اللي هي الباوندري بتوين تو سكسيسيف روك يونتس. زي ما انتم شايفين كل لون من ده، ده اللون الفاتح ده بيديني نوع من الروكس، وده بيديني نوع من الروكس، فعند وده نوع من الروكس. فعند كل سطح يعني عند اختلاف من روك لاخر بيعتبر الباوندري اللي بينهم ده او السطح ده سطح عاكس للصوت، هيبتدي جزء من الصوت يرجع للسيرفيس تاني فوق. هو ده اللي احنا بنسجله. دي ببساطه الفكره بتاعت السايزميك ميثود تمام. تعالوا نشوف بقى طب ازاي الصوت ده بيرجع وازاي بنسجله، الفكره هتيجي منين، ايه اللي خلى الاختلاف في الجيولوجيا يعمل لي ريفليكشن زي ما احنا شايفين في الصوره دي. تعالوا نشوف السلايد اللي جاي. هاو ريفليكشنز اوكير، بتحصل ازاي الريفليكشنز؟ لو احنا كان عندنا مثلا استراتيجرافيك كولم صغير زي ما احنا شايفين كده، مكون من ثلاث انواع من الصخور، يعني مثلا لو قلنا ان شيل هنا ساند لايمستون او وات ايفر، يعني ثلاثه ديفرنت روك يونتس. اوكي طبعا كل روك يونت من دول هيبقى كاركترايزد بديفرنت دنسيتي اللي هي الرو، وبديفرنت فيلوسيتي. الفي هنا فيلوسيتي، الفيلوسيتي بتاعت ايه؟ الفيلوسيتي بتاعت sound propagation velocity، يعني الصوت لو دخل في الروك ده هيمشي بفيلوسيتي مختلفة عنه لو مشي في الروك ده فبقت V2، عنه لو مشي في الروك ده يعني V3. طيب عشان اديكم اكزامبل بسيط نقدر نعرف ازاي الصوت هيمشي في كل نوع روك بسرعة مختلفة عن التانية، هندي اكزامبل شبيه شوية. لو انا رايح على شط البحر دلوقتي، رايح بمواصلة معينة او بالعربية، فهنزل امشي على الاسفلت وبعدين هنزل وبعد كده هكمل على الرمل عشان اقعد قدام الميه، هل سرعتك وانت ماشي على الاسفلت زي سرعتك وانت ماشي على الرمل؟ لا طبعا في اختلاف. وهكذا برضو الساوند انرجي بتاعتي بتمشي بسرعات مختلفه في الديفرنت تايبس اوف روكس. فيبقى كل روك عندي بالنسبه للسايزميك او الجيوفيزيكس بيبقى ليه ديفرنت، مش بقول بقى ساند ولا شيل او وات ايفر، لا هو ليه ديفرنت دنسيتي and different velocity. وعرفنا which velocity is this. حاصل ضرب الدنسيتي في الفيلوسيتي دي يا شباب بنسميها الاكوستيك امبيدنس. يبقى اذا كل روك يونت عندي هيبقى ليها different acoustic impedance عن الثانيه. احنا عارفين ان acoustic impedance هو عباره عن الدنسيتي في الفيلوسيتي، فالروك اليونت دي هيبقى ليها acoustic impedance 1، دي ليها acoustic impedance 2، ودي ليها acoustic impedance 3. طب عندي كام باوندري هنا؟ عندي كام سطح بين الثلاث صخور دول؟ طالما ثلاثة يبقى في سطحين، ادي سطح وادي سطح تمام. يبقى انا اتوقع ان السيزميك انرجي اللي هتنزل من السيرفس هتبتدي جزء منها اما يسقط على الباوندري الازرق ده هيرتد للسيرفس تاني، وجزء اكيد هيكمل زي الرسمه اللي احنا شفناها في السلايد اللي فاتت. طب قد ايه من الانرجي اللي نازله دي هينعكس؟ ده بنقدر نحسبه بحاجة اسمها the reflection coefficient. الreflection coefficient ببساطة هو عبارة عن طرح
الاكوستيك امبيدنس بتاع اللير اللي تحت ماينس الاكوستيك امبيدنس بتاع اللير اللي فوق على حاصل جمعهم، بتطلع قيمه برسنتج. القيمه دي هي البرسنتج بتاع الانرجي اللي هيرتد للسيرفس فوق. طيب كويس جدا. طب الانرجي اللي هتكمل، الانرجي هتكمل جزء منها طبعا لازم هتنكسر، وجزء منها هيجي عند الانترفيس ده الاحمر ده اللي هو فاصل بين الروك اللي هي اكوستيك امبيدنس 2 مع اكوستيك امبيدنس 3، هتبتدي تترد جزء منها برسنتج تاني للسيرفيس. في الحاله دي هيبقى كمان هنا في ريفليكشن كوفيشنت تاني، هيبقى عباره عن طرح الاكوستيك امبيدنس 3 ماينس 2 على جمعهم. تمام، طبعا هيكمل تاني لتحت الارض لغايه لما الانرجي يحصل لها دايمنشنج بشكل او باخر. طيب ازاي بقى انا لما بسجل الريفليكشنز اللي راجعه دي بشوفها على السايزميك، بشوفها كسايزميك داتا، برسمها ببساطه شديده، برسمها كتريسز. ازاي برسمها كتريسز؟ وهنشوف اكتر كل ما نقرب سلايد هنفهم اكتر. ان انا لو عندي، لو كان عندي الاكوستيك امبيدنس، يعني انا برسم الريفليكشن كوفيشنز، لو انا كان عندي الاكوستيك امبيدنس 2 اكبر من الاكوستيك امبيدنس 1، فالساين اللي هتطلع من الايكويشن دي هتبقى ايه؟ هتطلع بوزيتيف. تمام، فده مثلا فور اكزامبل، فور اكزامبل البوزيتيف نمبر بتاع الريفليكشن كوفيشن بنمثله كبيك. هل ممكن امثله كطرف؟ ممكن، كل تبع السيستم بتاع الشركه بتاعتي او الشغل بتاعي. فانا هنا خلينا في الاكزامبل ده ان البوزيتيف ريفليكشن كوفيشنت اللي هو هينتج لما A2 تكون اكبر من AI1، AI2 اكبر من AI1 هتترسم كبيك. طب خلونا نفترض الشكل الحاجه الثانيه، ان اكوستيك امبيدنس 3 اقل من اكوستيك امبيدنس 2. في الحاله دي هتبقى هتترسم كطرف، يعني هتطلع نيجاتيف فاليو فبنرسمها كطرف. فده اسمه سايزميك تريس، ده اسمه سايزميك تريس. ده ازاي انا بشوف السايزميك داتا عندي بعد ما بسجلها واعمل لها بروسيسنج؟ هيبان سايزميك تريس كده، هيبان ان في بيك. يبقى احنا لما يبقى عندي بيك على الكونفنشن اللي انا بشرحه لكم هنا ده، هبقى عارف ان الاكوستيك ميس بتاع اللير اللي تحت كان اكبر من الاكوستيك امبيدنس بتاع اللير اللي فوق، وهنا العكس. طيب هنشوف لو بصينا لحجم الترف الحمراء دي، ده الامبليتيود هنا والامبليتيود هنا، هنلاقيه مختلف. يبقى اذا التريس بتاع السايزميك داتا اللي هيترسم عندي بعد الاكوزيشن والبروسيسنج، تمام، كمان هيديني هو كان ده بوزيت اعلى ولا اقل، وكمان هيديني الامبليتيود. الامبليتيود ده هيرفلكت قيمه الريفليكشن كوفيشنت، يعني هنا لما ده اكبر من ده كده مالكش دعوه بالساين، هي الفاليو قد ايه، البرسنتج قد ايه. ده معناه ان عند السيرفيس الاولاني الازرق ده، عند الانترفيس ده، في كميه انرجي اتردت اكبر منها عند السيرفيس ده. كل الكلام ده ليه انتربريتيشن، كل الكلام ده ليه عندنا يعني تفسيرات. طب تعالوا نشوف تريسز بشكل اكتر. طب ازاي السيزميك سيكشن كجزء هيبان؟ احنا عرفنا الفكره دلوقتي ازاي ريفليكشنز اوكير. طب تعالوا نعيد نفس الاكزامبل ولكن بعدد اكبر من التريسز. لو احنا هنشوف ازاي بقى الريفليكشن دي بتظهر على السيزميك سيكشن، ادي زي ما انتم شايفين اهو عندي 3 يونتس كمان، فيهم انا حاطط سكيل هنا لو وهنا هاي، وده الاكوستيك امبيدنس بتاعهم. فلو بصينا هنا هنلاقي ان البلوش لاير دي الاكوستيك امبيدنس بتاعها اعلى من اللاير اللي فوقيها واللاير اللي تحتيها، ويمكن اللاير اللي فوقيها واللاير اللاير دي اكبر شويه من اللي تحت هنا لو بصيتوا للسكيل بتاع اللوج ده. فده لوج بتاع اكوستيك امبيدنس. تمام، طبعا اللي هيحصل ان الانرجي هتسقط، وبعدين هيبتدي يحصل ريفليكشن كوفيشنت، فهيبتدي طبعا هيظهر اني ان انا هيبقى عندي ريفليكشن كوفيشنت هرسمهم هنا كده. تمام، عندي هنا قيمه ريفليكشن كوفيشنت بالشكل اللي انتم شايفينه بوزيتيف، وهنا قيمه ريفليكشن كوفيشنت بالشكل اللي انتم شايفينه لكن ناحيه النيجاتيف ريفليكشن كوفيشنت، عكس عكس السلايد اللي فاتت. خدوا بالكم ان مش يعني مش شرط الطرف تطلع اصغر من البيك، لا هنا الطرف اكبر من البيك. طيب انا بسجل الكلام ده ازاي من السب سيرفيس؟ زي ما احنا قلنا في اول سلايد خالص، ان هي انا ببعت ساوند انرجي، والساوند انرجي دي بتنزل تبروباجيت تحت الارض على شكل ويف، الويف هي اللي بتحملها. فده شكل الويفلت، يعني اونلي 1 يونت من الويف اللي نازله من السيزميك داتا هي دي اللي هيحصل لها اندماج مع الريفليكشن كوفيشنت. ده بنسميه كونفوليوشن، الاندماج ده بنسميه كونفوليوشن. فهيديني بالظبط
التريس اللي انتوا شايفينه ده، شوفوا كان هنا بيك واحدة بقى شكلها عامل ازاي، هنا كانت تراف واحدة بقى شكلها عامل ازاي، لأنها اندمجت مع الويفلت دي كلها. عشان كده افتكروا ان شاء الله بكرة لما نيجي نتكلم عن حاجة في البروسيسنج اسمها دي كونفوليوشن، فهي معناها عكس اللي حصل هنا ده، تمام؟ فده حصل الكونفوليوشن لما هيبقى شكل التريس بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فعلا في بيك واضحة هنا وفي طرياف واضحة هنا اللي هم بتوع الانترفيس ده والانترفيس ده، لكن ظاهر عندي حاجات تانية سايد لوبس هنا زي ما احنا شايفين، دي جاية من الكونفوليوشن اللي حصل مع الويفلت بالشكل ده. طيب ده وان تريس زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت. طبعا احنا بنبقى عاملين اكوزيشن على لاين كامل، بروفايل كامل، فنحط بقى في الاخر الاوتبوت بتاع البروسيسنج يبقى تريز جنب تريز جنب تريز جنب تريز، فيديني شكل السايزميك سيكشن اللي انتم شايفينه ده. لو انا بعمل انتربريتيشن، يعني بعمل تريسنج للبيكس الزرقاء دي او بعمل انتربريتيشن للترافس الحمراء دي، بص الخط بتاعك شكله عامل ازاي، بقى عامل ازاي، ده شكل ايه، ده شكل ايه، ايوه شكل انتي كلاين كانه فولد بالظبط. فده السيزميك سيكشن اهو بيبقى عباره عن تريس جنب تريس جنب تريس. احنا عرفنا التريس جاي منين، من تحت الارض طبعا، الكلام ده الروكس اللي هي في السب سيرفيس، تريس جنب تريس جنب تريس. وبعدين لما اعمل انتربريتيشن هيبان شكل الاستراكشر بتاعي اللي موجود في السب سيرفيس اللي هو شكل الانتي كلاين اللي احنا شايفينه هنا. لازم ناخد بالنا ان الريفلكتيفيتي اللي هي هنا دي، ريفلكتيفيتي اللي هي ريفلكشن كوفيشنت اللي جايه من العلاقه دي، بتبقى كونفولفد مع الويفلت اللي انا قلت لكم كونفوليوشن اللي هي الاندماج بينها وبينهم. طبعا مش بتديني، هي هتديني السايزميك داتا في الاخر، بس طبعا في بعض النويزز، اكيد في بعض النويزز. يعني انتوا مثلا دلوقتي احنا المحاضره بتاعتنا صوت، انتوا بتسمعوا الصوت، لو حد فتح الميكروفون او حد خبط على الباب او حد عمل، فهو صوت برضو زي الصوت اللي انا بتكلمه، لكن الصوت اللي انا بتكلمه هو الصوت الاساسي اللي انتوا عايزين تسمعوه، والصوت التاني هيبقى نويز، بنسميه نويز لانه unwanted sound، هيبقى اسمه نويز. فاحنا ده معنى ايه الايكويشن دي، عشان انا بحضركم لمحاضره البروسيسنج، يبقى whenever انا هاكواير سيزميك داتا هيتسجل معايا نويزز، مهما اعمل في الفيلد ان انا اعمل attenuation لبعض النويزز او اعمل لها ريموفال، لكن في الاخر برضو بيبقى معايا بعض النويزز. فالسيزميك داتا اللي هتخرج لي هتبقى فيها الريفلكتيفيتي اللي هي جايه من الجيولوجيا ومخلوطه او كونفولفد مع الويفلت بتاعت الساوند اللي انا بعته تحت الارض بلس سام نويزز. لازم ناخد بالنا ان الموضوع ده جدا. تمام، ليتس كونتينيو. طب هو السيزميك سيكشن بيبان ازاي؟ احنا قلنا ان احنا بنعمل وي اكواير سيزميك داتا عشان تو ايمج ذا سب سيرفيس جيولوجي. السب سيرفيس جيولوجي ده يعني في ستراكشر وفي ستراتيجرافي وفي اكتر، كما قلت لكم على السيزميك انفيرجن. يعني بمعنى ابسط، لو انت عندك السب سيرفيس جيولوجي زي شكل الكروس سيكشن ده اللي انت شايفه ده، لو الجيولوجيا في السب سيرفيس بالشكل ده، يعني عندي هنا جنتل ديب لايرز اهي وفيها سيدمنتري فولز، ودول في انكونفورميتي سيرفيس هنا اهو، تمام، لان هنا الديب مختلف عن هنا، وعندي هنا سيت اوف جروث فولز اوكي او ليستريك فولز زي ما انتم شايفين كده، وفي لايرز اهي، ده مثلا ده اب ثرون، ده داون ثرون، ده داون ثرون بتاع الفولت ده، اند سو اون. لو عندي الشكل ده يبقى عندي جنتل ديب لايرز اهي شبه الهوريزونتال، يعني عندي انكونفورميتي سيرفيس اهو، تمام. وبعدين خد بالك ان هنا اللايرز رفيعه، يعني الثيكنس بتاع اللايرز قليل، لكن هنا في فولتس اهي زي ما انتم شايفين، وفي ديب مختلف، تمام، وفي فولتس بشكل او باخر. طب السايزميك داتا اللي انا هعمل لها اكوزيشن من على السيرفيس اللي هي هتدخل وتقيس لي الريفلكتيفيتي، بس الريفلكتيفيتي راجعه لي معاها الويفلت ومعاها السام نويزز، هيبان ازاي السيزميك سيكشن بعد ما اخلص البروسيسنج خالص؟ هيبان بالشكل ده. ركز هنا من فضلك، شوف الشكل الجيولوجيا هنا عشان تشوفه على السيزميك سيكشن حالا هيبقى عامل ازاي، تمام. زي ما احنا شايفين كده الزونز والفولتس الكبيره كده، لو انا بصيت على السيزميك سيكشن ايه رايكم؟ هو بالظبط ادي الفلات لاير او الجنتل ديب لايرز، ادي الانكونفورميتي سيرفيس، شايفين ادي الفولتس اللي موجوده، وموجوده اهي الروكس هنا بالديبنج اللي انتم شايفينه ده،
تمام. فهي بالظبط السايزميك داتا بتعمل ايمجنج للسب سيرفيس ستراكشر اند جيولوجي ستراكشر اند ستراتيجرافي، يعني السب سيرفيس جيولوجي ان جنرال. طيب تعالوا نشوف بقى، لو انا عايز اعمل سايزميك اكوزيشن ايه الاكويبمنت اللي انا محتاجها؟ انا بتهيألي انت توقعته، هيبقى لازم عندي في الاكويبمنت، لازم هيبقى عندي سورس وديتكتورز وريكوردنج، يعني لازم سورس وديتكتورز وريكوردنج. طب ده شكل المارين، يعني انا هنا ده بوت سايزميك سيرفي شيب اهي، فده في المارين، مارين يعني هي الارياز الكفرد باي ووتر زي البحر المحيط وات ايفر، تمام. فهيبقى عندي ادي الريكوردنج هيبقى على الشيب، والشيب دي جره وراها السورس وجرى وراها كمان الديتكتورز اللي هي الديتكت اللي هي الانرجي اللي راجعه. يبقى السورس هي اميتس الانرجي للداون للسب سيرفيس، وهيحصل ريفليكشنز ويل بي ديتكتد بالديتكتورز زي اسمها هيدروفونز هنا، كمان عنها بشكل اكبر دلوقتي، تمام. وبعدين الهيدروفونز دي او الديتكتور سجلته هروح يتسجل في الريكوردنج في الكابينه جوه السايزميك فيسل. طب اللاند عامل ازاي؟ مختلف بقى؟ لا طبعا اللاند برضو مش مختلف، هيبقى في سورس اوف انرجي اللي هو هنا في الشكل اللي احنا شايفينه ده تراك بنسميها الفايبرو سايز، هنتكلم عنه حالا. وبعدين عندي الجيوفونز او الريسيفر زي ما انتم شايفين كده اللي هي الديتكتورز، وبرضو عندي ريكوردنج تراك بنسجل فيها كل الريكوردنج او الداتا اللي هي ريسيفد او ديتكتد بالديتكتورز، تمام. تعالوا نتكلم على كل نوع من الثلاثه دول بالتفصيل. يبقى احنا دلوقتي لازم نبقى عارفين ان انا عندي في مارين اكوزيشن وفي لاند اكوزيشن، نعرف يبقى اكيد الاكويبمنت هتبقى مختلفه من انفايرمنت لاخرى. طيب تعالوا نتكلم عن السايزميك سورسز. السايزميك سورسز اشهر حاجه في السايزميك سورسز هو الديناميت، وطبعا الديناميت بيعمل انفجار، فالانفجار ده صوت صح. واحنا السايزميك سورس بتاعنا عباره عن ايه؟ ايوه الانرجي اللي احنا بنستخدمها هي الساوند، ساوند انرجي، تمام. يبقى اي تول هتقدر تعمل لي ساوند تنفع تبقى سورس اوف انرجي، تمام. فيبقى انا عندي السورس عباره عن اي ماشين او اي ديفايس تعمل لي ساوند، تعمل لي الساوند ده سواء بانفجار زي الديناميت كده، او ان هي تحول لي انرجي من تايب تو تايب، في التايب الاخراني يبقى ساوند، تمام. ممكن يبقى عندي كيميكال رياكشن تعمل لي صوت، ممكن يبقى عندي ويت دروب زي ما هنشوف دلوقتي يعمل لي صوت، تمام. فاحنا بنحول من انرجي لانرجي، المهم في الاخر ان يطلع عندي ساوند انرجي. طبعا الديناميت ده الشكل بتاعه زي ما انتم شايفين، ده شكل من اشكاله طبعا معظمنا عارفينه، طبعا بيبقى محطوط في صناديق وبيتعامل ببروكوشنز عاليه جدا في الفيلد، مش اي حد بيتعامل معاه. الديناميت ممكن يستخدم في اللاند زي ما انتم شايفين الصوره اللي هنا دي، او في المارين، يعني هو سورس في اللاند او في المارين، تمام. سورس قوي جدا ولكنه بيأثر على الانفايرمنت زي ما انتم شايفينه كده. فاحنا ما بنستخدمش الديناميت الا مضطرين، يعني بنستخدمه مثلا في الارض الرخوه، ما بنستخدموش مثلا في الارض الصلبه. في الارض الصلبه هنشوف نقدر نستخدم ايه تاني، ليه؟ لان هو بيأثر على البيئه. طيب ايه النوع التاني ده؟ بنسميه امبالسيف سايزميك سورس، انه بيعمل انفجار. في نوع تاني اللي هو الويد دروب، ببساطه شديده لو انت جبت شاكوش وخبطت بيه على بليت حديد كده وخبطت بيه على الارض هيعمل صوت، تمام. فده بنسميه ويد دروبنج. في منه بقى حاجات اوتوميتد ممكن نعمله، اوتوميتد ممكن احطه على تراك كده ويتحرك ميكانيكالي وبعدين يخبط على الارض بالشكل ده او بالشكل ده او بالشكل اللي انتم شايفينه ده، تمام. فيبقى عندي المهم ان هو ويت، الويت ده يبقى انا كاني في الويت ده بحول، في الويت دروبنج ده بحول ميكانيكال انرجي الى ساوند انرجي، لانها بتنزل تدب على الارض، كلمه دب دي يعني صوت، اوكي. ممكن طبعا اعمل كذا كذا خبطه واجمعهم على بعض او وات ايفر. فده انذر سورس طبعا زي ما انتم شايفين بيستخدم على اللاند. لما اجي اروح للمارين انفايرمنت طبعا مش هينفع استخدم حاجه من الاثنين دول، احنا قلنا الدايناميت ممكن استخدمه لكن الويد دروب مش هقدر استخدمه. ذا موست فيموس سورس في المارين هو اسمه ذا اير جن. الاير جن ببساطه شديده زي ما انتم شايفين كده
عامل بيبقى فيه تشيمبر بنحوش فيها الهواء عند ضغط عالي جدا ممكن يوصل ل 2000 بي اس اي، تمام؟ وبعدين بنيجي ده شكلها الطبيعي زي ما انتم شايفين، ده احجام مختلفه، ادي الايرجان زي ما دي ايرجانز حقيقيه، تمام؟ هنا الايرجان واحنا بنقول ديبلويمنت يعني ديبلوينج يعني بننزلها تحت الميه طبعا، وده شكل تاني اهو للايرجان، بتبقى فيه عوامات عشان ما تغرقش، لكن الايرجان دي بتبقى موجوده تحت الميه عند عمق معين محسوب من البارامترز اللي احنا هنتكلم عنها، ممكن يبقى من 6 ل 8 متر مثلا، تمام؟ ليه سبب، في سبب من الاسباب، تمام؟ بيأثر على الفريكوانسي بتاع الانرجي اللي هتخرج، يبقى السورس ايفن السورس اوف انرجي هو اللي مسؤول عن الفريكوانسي رينج اللي بينزل تحت الارض، السورس هو اللي مسؤول عن الفريكوانسي رينج اللي بيبروباجيت في السب سيرفيس. اوكي، اللي بيحصل ان الانجرم دي بتبقى مشدوده ورا المركب، وبنيجي عند مكان الشوت بوينت اللي المفروض ان احنا نسجل عنده، الهواء ده بيحصل له ريليز بشكل مفاجئ، فبيعمل بالونه كبيره تحت الميه، طبعا الميه لازم توصل للاكوليبريم، فبتحصل ان هي بتقوم ضغط البالونه دي مفرقعاها، طبعا كلمه فرقعه زي ما انتم عارفين هو صوت، تمام؟ في كمان حاجة اسمها الووتر جان، another يعني type of guns تستخدم في المارين. من أشهر السورسز اللي احنا بنستخدمها في اللاند انفايرمنت أو في اللاند اكوزيشن أو اللاند سيرفيز هي الفايبروسايز، والفايبروسايز زي ما انتم شايفين كده عبارة عن تراك، التراك ده محطوط عليه الكترو ميكانيكال سيستم زي ما انتم شايفين كده، بليد حديد كبير قوي، تمام؟ وبنقدر البليد ده بينزل عند مكان الفايبريشن بوينت او الشوت بوينت اللي احنا نستخدمه، ويبتدي الفايبروسايز يهز يعمل فايبريشن، تمام؟ ده الفايبريشن دي هي اللي بتعمل الصوت اللي هو بينزل تحت الارض. طبعا احنا بنقدر نتحكم هنا في الرينج اوف فريكوانسي لان هو بروجرامد، نقدر نعمل له بروجرامنج. يا اولاد اللي بيتحكم او اللي بيشغل الفايبروسايز ده مش الدرايفر بتاعه، لا ده الجيوفيزست اللي موجود في الفيلد اللي هو اسمه الاوبزرفر، هو لما الدرايفر ده بيوصل عند حاطين له علامه كده فيعرف ان دي علامه الشوت بوينت، بيروح يقف عندها ويقول للاوبزرفر انا وصلت عند النقطه الفلانيه، فالاوبزرفر هو اللي بيبتدي يشغل الفايبروسايز من عنده بسيجنال، عشان كده لازم السيجنال تبقى بنعمل لها تيست ممكن كل يوم او كل اسبوع عشان يبقوا سينكرونايزد مع بعض. طيب الفايبروسايز ده مش زي اللي احنا شفناهم قبل كده، لا الجان ولا الويد دروب ولا الدينامايت، لان الثلاثه اللي انا لسه قايلهم دول بيخرجوا الانرجي صادنلي مره واحده كده، بيفرقع مره واحده، لكن الفايبروسايز بيقعد فتره زمنيه يهز في الارض، الفتره الزمنيه دي بنسميها ذا سويب، لو رسمناها هتبقى دي رسمه السويب اهي، دي رسمه السويب اهي، تمام؟ ممكن تبقى اب سويب يعني يبتدي باللو فريكونسي ويوصل للهاي فريكونسي، او داون سويب يبتدي بالهاي فريكونسي وينزل للو فريكونسي، المهم ان السويب دي ليها فتره زمنيه، يعني بيقعد يهز في الارض مثلا ممكن 5 ثواني 10 ثواني تبع البارامتر اللي احنا عاملين لها ديزاين. طبعا لو تفتكروا السلايد نمره 2 احنا قلنا ان الويفلت اللي هي خارجه من السورس بيحصل لها كونفوليوشن مع الريفليكشن كوفيشن او مع الريفلكتيفيتي، تمام؟ يبقى هنا بدل ما هي كانت ويفلت واحده بس اللي حصل لها كونفوليوشن، شايفين السويب دي قد ايه؟ كبيره جدا، ممكن تبقى 5 سكند او 10 سكند، فدي هيحصل لها كلها كونفوليوشن مع الريفلكتيفيتي، فلازم قبل ما اشتغل اعمل بروسيسنج لازم اعمل اشيل الايفكت بتاع السويب ده، وده بنسميه الخطوه دي بنسميها فايبروسايز كورليشن، يعني هو نوع من انواع الدي كونفوليوشن قلت لكم هكلمكم عليه في البروسيسنج، ولكن في الحاله دي في حاله الفايبروسايز ممكن الفايبروسايز كورليشن ده يتعمل يا اما في الفيلد، تمام؟ قبل ما نسجل الداتا، يا اما لو ما اتعملش بيبقى بنسمي الداتا ان كورليتد وبنبتدي نشيل الايفكت بتاع السويب ده في البروسيسنج. لكن الفايبروسايز ميزته كبيره جدا لان بقدر اغطي بيه منطقه كبيره جدا في وقت زمني قصير. هنتكلم بعد كده عن السايزميك ديتكتورز، اكيد في سايزميك ديتكتور لللاند وفي سايزميك ديتكتور للمارين. فالسايزميك ديتكتورز ان جنرال زي ما كتير منكم عارفين، لو انا على اللاند بيبقى اسمه جيفون،
طيب هو ايه الفانكشن بتاعت السيزميك ديتكتورز؟ السيزميك ديتكتورز الفانكشن بتاعتها، احنا انا هرجع تاني هقف وهرجع تاني ليها. انا قلت السورس، الفانكشن بتاعت السورس عباره عن ايه؟ هو emits energy، تمام، emits sound energy، وبيكون هو responsible عن الفريكوانسي رينج، تمام. لكن لما نيجي للسيزميك ديتكتورز، السيزميك ديتكتورز الفانكشن بتاعتها ان هي بتحول السيزميك ريفليكشنز انتو الكتريسيتي، يبقى هي هتديتكت الريفليكشنز وتحولها الى الكتريسيتي. ليه؟ هنعرف حالا، لان احنا بنسجل او الريكوردنج بتاعنا حاليا ديجيتال ريكوردنج، فهنعرف الفرق حالا دلوقتي. يبقى الجيوفون هيكونفرت الجراوند موشن، يبقى اذا ده لاند ديتكتور لانه هيجيب الجراوند موشن. جراوند موشن يا شباب اللي هي الفايبريشن اللي راجعه، الريفليكشن اللي راجعه بتفايبريت، مش احنا قلنا ماشي عن طريق ويفز فهي بتفايبريت. فالجيوفون هيسنس الفايبريشن دي ويحولها الى الكتريك بالسز او الى الكتريسيتي، تمام. الجيوفون منه اشكال كتيره جدا. لو انا بعمل اكوزيشن فلوس جراوند زي الساند كده، هيبقى في سن مدبب كده بحيث ان انا اقدر اغرزه في الرمل. لو انا بعمل على هارد سيرفيس زي اللايم ستون او كده، هبتدي استخدم البليد اللي انتم شايفينه كده. هو عباره عن ايه من جوه؟ عباره عن ماجنت محطوط وزين كويل، لما بتيجي الفايبريشن بتاعه الارض اللي هي جراوند موشن بتهز الماجنت. فلما تهز ماجنت جوه كويل ملف، ايه اللي هيحصل؟ ايوه، الكترومغنيتيك كارنت، هي دي الالكتريسيتي اللي احنا بنقول عليها، تمام. ده شكله في الفيلد فعلا اهو، بيبقى لان احنا قلنا الكتريسيتي هو هيحولها الكتريسيتي، يبقى اذا لازم عشان انا الالكتريسيتي دي للريكوردنج لازم يبقى عندي واير سلوك كهرباء زي ما انتم شايفين كده اهو، يبقى كله متربط بسلوك كهرباء لان هو هيوصل البلس بتاعته دي للريكوردنج، تمام. طيب كويس جدا. هل ده اقدر استخدمه في المارين، في الميه؟ في الميه لو انا بستخدم كونفنشن يعني في الميه العايمه، لا ما ينفعش. ليه بقى ما ينفعش؟ هستخدم حاجه ثانيه اسمها ذا هيدروفونز. ليه ما ينفعش؟ لان الجيفون بيسنس ميكانيكال موفمنت، احنا قلنا جراوند موشن، تمام، فايبريشن. طبعا احنا لما الانرجي هتيجي من تحت الارض، لو انا في سطح بحر، اول ما بتوصل للميه الجراوند موشن دي بتتحول الى بريشر بالسز جوه الميه، بتبقى بريشر بالسز. فلازم السنسور اللي انا هقيس بيه جوه الميه يبقى سنسيتيف لايه بالظبط كده؟ للبريشر. فهيبقى شغلته ايه الهيدروفون؟ الفانكشن بتاعته ايه؟ ان هو هيكونفيرت التشينجينج في البريشر اللي هي البريشر بالسز اللي جايه نتيجه الريفليكشنز اللي راجع انتو فولتس، يعني الكتريسيتي برضه، فولتس يعني الكتريسيتي، تمام. عباره عن ايه الهيدروفون؟ الهيدروفون زي ما انتم شايفين كده، ده شكل الهيدروفون، ده شكل الهيدروفون. الهيدروفون بيبقى موجود في كيبل كده، بنسميه ذا ستريمر، بنسميه ذا ستريمر. هو ده اللي بيبقى المركب جراه وراه، لو تفتكروا الرسمه الاولانيه وكان فيها الريسيفرز. عباره عن ايه الهيدروفون؟ عباره عن بيزو الكتريك سيل. البيزو الكتريك مينرالز دي مينرالز لو انا ضغطت عليها الالكترونز اللي في الاوتر شيلز بيحصل لها اكتيفيشن وبتنزل على الشيلز الاقل، فبتيميتس انرجي، الانرجي دي هي الفولتس، تمام. فالهيدروفون ده عباره عن بيزو الكتريك سيل. طيب لو انا في اكوزيشن اسمها اوشن بوتوم كيبل، تمام، ففي الاوشن بوتوم فانا على قاع البحر، فقاع البحر في ايه؟ لاند، فانا اقدر استخدم جيوفون، وفي ميه فوقيه اقدر استخدم هيدروفون. عشان كده بنستخدم حاجه اسمها ذا جامبل جيوفون هيدروفون كومباينيشن. في الحاله دي هيبقى عندي الاثنين موجودين في نفس التركيب، فيها هيدروفون وفيها جيوفون. ده الجامبل جيوفون بنستخدمه في الاوشن بوتوم سيرفي او الاوشن بوتوم كيبل، نقول او بي سي او او بي اس. طيب ازاي الانرجي بقى هتتنقل من الديتكتورز بتوعي دول؟ لازم تتنقل عن طريق كيبلز، لازم يبقى عندي في لاند كيبلز وهيبقى في عندي مارين كيبلز اكيد، تمام. المارين كيبل اسمه ستريمر لو انا بستخدم الكونفنشنال اللي هي المركب اللي هي السيزميك فيسل او السيزميك شيب اللي جرى وراها الكيبل اللي احنا لسه شايفينه في الصوره،
فهيبقى ده اسمه ستريمر. فاللاند كيبل هتبقى كابلات ليها صفات مختلفة، هي بالأشكال اللي انتم شايفينها كده، وفيها كونكتورز كتير عشان نقدر نكونكت الكيبلز مع بعضها. أما في المارين فهيبقى بتبقى شكل الستريمر زي ما انتم شايفين هنا كده، ادي نوع وادي نوع، بيبقوا مجرورين ورا المركب زي ما انتم شايفين. ده 3D acquisition by the way. اوكي، يبقى احنا دلوقتي هيبقى في source of energy اللي احنا شفناه. ال source of energy ده emits energy ب frequency معين، هتبتدي ال energy propagate في ال subsurface وتترد من عند ال interfaces بين different rock units ب reflection coefficients معينة، يحصل لها convolution مع ال wavelet اللي احنا بعتينها او ال sweep لو vibro size، وتبتدي تطلع معاه شوية noises ويحصل لها detection بال receivers او detectors اللي هي هيدروفون او جيوفون، وبعدين شغلتهم ان هم يحولوها الى electric pulses. الالكتريك pulses دي هتتنقل منهم عن طريق الكيبلز اللي احنا شايفينهم سواء كاتلاند او الستريمر في المارين لغايه لما تروح الريكوردنج. طيب في الريكوردنج بقى بنعمل ايه؟ seismic data recording. على فكره اللي انتم شايفينه ده فعلا شكل seismic wave حقيقيه، تمام، بس دي مرسومه على ورق. طيب عشان كده احنا كنا زمان بنسجل المرسوم على ورق ده زمان، طبعا يعني زمان جدا جدا قبل ما اختراع الكمبيوتر كان بتتسجل على ورق، فده كان بنسميه انالوج ريكوردنج. في الانالوج ريكوردنج اهو كان بيترسم كده على بكر من الورق، تمام، دي السايزميك ويف اللي انت زمان شايفينها اهو، تمام، او بالشكل اللي انت شايفينه ده. ولكن طبعا مع تقدم الصناعه الساينتست ابتدوا يدخلوا الديجيتال ريكوردنج، تمام، والديجيتال ريكوردنج بيبقى بيستخدم على الكمبيوتر، تمام. ده شكل الانالوج اهو، لو انا خدت حاجه من هنا وكبرتها هيبان الويفز اللي احنا مسجلينها، تمام. لو انا خدت واحده صغيره وبصيت عليها، لا ابص اشوف الاقيها ايه، ويف اهي فيها بيكس وترافس اند سو اون ومكرره، تمام. يبقى الانالوج ريكوردنج اللي هو كان بيترسم على ورق. طبعا طبعا من الستينات بقى 1960 حاجه و60 يعني، ابتدى العلماء اللي زيكم يخترعوا الباينري نمبرز اللي هي بتعمل البروجرامنج بتاع الكمبيوتر، وابتدوا يقولوا لا طب احنا هنعمل ديجيتال ريكوردنج بقى. يعني ايه ديجيتال ريكوردنج؟ يعني هحول الويف اللي انتم شايفينها اللي احنا شفناها في السلايد اللي فاتت دي الى ارقام. ازاي؟ زي الرسم البياني بالظبط. فلو انا عندي الويف بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ادي الويف اللي احنا كنا شايفينها هناك كانالوج، تمام، هبتدي اقرا بقى عند كل واحده من دول الاكس بتاعتها كام والواي كام، واكتبها وتتكتب كارقام. ده شكل الباينري فايل بالظبط، تمام. انتوا عارفين ان الديجيتس او الباينري بيبقوا ارقام بين واحد وزيرو اند سو اون، فهي بتتكتب ده بالظبط ريكوردنج بتاع تيب. ده معمول له دمب من على سايزميك ريكوردنج تيب، ريكورد التيب شكله كده بالظبط. السلايد اللي فاتت كانت رسمه الويفلت اللي انتم شايفينها اللي هي الانالوج، لا لما نحولها ديجيتال بتبقى بالكلام ده. الكلام ده طبعا ادانا يعني بنفيتس كتيره جدا، ان انا اقدر اسجل 3 دي فيبقى عندي عدد مهول من الديتكتورز، تمام، وفي نفس الوقت الدايناميك رينج اللي هو الرينج بتاع الفريكوانسي والامبلتيود اند وات ايفر بقى عالي جدا، اقدر احسب او اسجل فريكوانسيز عاليه جدا، تمام. ده شكل ديجيتال فورمات تيب عباره عن ارقام اهي وهيدرز، مكتوب ده الهيدر ده ايه والهيدر ده ايه، تمام. فاحنا حاليا بنسجل كل الشغل بتاعنا هو الديجيتال ريكوردنج. فانا بقول لك ان انالوج اور ديجيتال ريكوردنج، لا احنا طبعا حاليا بنسجل ديجيتال ريكوردنج. طبعا الديجيتال ريكوردنج ده زي ما قلت لكم ليه ميزات كتيره جدا، ولكنه فرض علينا حاجات معينه اللي احنا هنتكلم عليها حالا. ده الانالوج اجين افكركم بيه، وده شكل الكمبيوتر، ده شكل الكمبيوتر بتاع الديجيتال. طبعا دي حاجه ودي حاجه، تمام. ده شكل بقى الديجيتال اهو، كل حاجه موجوده على الكمبيوتر زي ما انتم شايفين، كم كبير في الكمبيوتر. ودي الريكوردنج تراك اللي بنسجل فيها، خلاص لا بكر بقى ولا بتاع ولا كلام كتير جدا. طب ايه الفورمات اللي احنا بنعمل بها الريكوردنج؟ طبعا لو انا هحول الداتا دلوقتي من انالوج لديجيتال هكتبها، لازم اكتبها بطريقه
البروسيسنج سنتر يقدر يقراها، اي بروسيسنج سنتر بقى. يبقى اذا لازم يبقى عندي ستاندرد فورمات للريكوردنج. تمام، اللي عمل ستاندرديزيشن للفورمات دي هي السوسايتي اوف اكسبلوريشن جيوفيزيست الاس اي جي. ففي البدايه خالص عملت للفيلد فورمات بالطريقه اللي انت شفتها في السلايدز قبل كده، كانت اسمها اس اي جي اي، وبعدين طورتها البي، طورتها السي والدي. فدي الفيلد فورمات توريك. ولكن لو عملت بروسيسنج للداتا ما بقدرش ارجعها تاني للفيلد فورمات، لكن ممكن اطلعها فورمات بنسميها سيج واي فورمات، اي ماتر اوف بروسيسنج حتى لو خطوه صغيره بس. تمام، بيتكتب ازاي الفورمات بتاعتي؟ بتبقى مكتوبه ازاي؟ بيبقى في ابسيديك هيدر، اسمه ابسيديك، ده بيبقى مكتوب في حوالي 3200 بايت، بيتكتب فيه اسم السيرفي والمنطقه والتاريخ وكل معلومات عن السيرفي. وبعدين في بيبقى فيه 400 بايت، ده تيب هيدر، بتحط هيدر كده للتيب الانفورمات كذا وات ايفر. وبعدين انذر تريس هيدر، بيكتب التريس ده جاي من انهي ريسيفر وكان جاي من انهي سورس والاكس واي بتاعته كذا اند سو اون. وبعدين يبقى كاتب بعد كده الداتا، وبعدين يبتدي كتب تيب هيدر تاني، وبعدين داتا اند سو اون، تيب هيدر داتا، تيب هيدر داتا. وده شكله بيبقى متقسم بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام، يبقى اذا في سيرتن فورمات بنعمل بيها الريكوردنج. طيب ازاي بقى التكنيك بتاعي، ازاي بعمله، ازاي بعمل الاكوزيشن بتاعتي ازاي؟ الفكره ببساطه شديده، احنا قلنا ان احنا بنسجل سيزميك ريفليكشن دلوقتي، ولكن احنا بنسجل النقطه اللي بيجي منها الريفليكشن في السب سيرفيس اكتر من مره عشان نقدر نشوفها. يعني انت لو في كلمه انت كاتبها مثلا في الامتحان وحاسس ان هي ضعيفه الدكتور مش هيشوفها وهو بيصلح، فبتقوم كاتب عليها مره تاني، كاتب عليها مره تالته عشان تبان الكلمه. تمام، خاصه لو كنت مسحتها قبل كده. فاحنا بالظبط بنعمل كده في السايزميك اكوزيشن، ان احنا بنسجل نقطه الريفليكشن اللي موجوده تحت الارض اكتر من مره، ولكن مش من نفس المكان. تمام، فنقطه السب سيرفيس ريفليكشن بوينت اللي احنا بنسجلها اكتر من مره بنسميها ذا كومن ميد بوينت ميثود. كومن ميد بوينت ميثود، لان كومن لانها نفس النقطه، وميد بوينت هنعرف حالا ليه ميد، وبوينت اللي هي نقطه ريفليكشن جايه من نقطه تحت الارض. فاحنا لو عندي اديكم اكزامبل بالسيمبل اكوزيشن اللي هو المارين اكوزيشن، يعني لو عندي السيزميك فيسل هنا وده السورس بتاعي وده الريسيفرز اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنهم من شويه. السيزميك فيسل دي عليها الريكوردنج طبعا. تمام، اللي بيحصل ان السورس ده هيمتس الانرجي، لما السورس يمتس الانرجي بتاعته فهتنزل الانرجي، بتترد منين بقى في السب سيرفيس؟ طبعا انا حاطط هنا انترفيس واحد عشان بس سهوله الفهم، لكن انتوا شفتوا من الاكزامبل الاولاني خلاص ممكن يبقى كذا في كذا، ممكن نوصل لدبس مثلا 10 12 كيلو مفيش مشكله. تمام، فاحنا حاطين ريفليكتور واحد هنا، يعني هنا هنلاقي النقط اللي هي جت من اللي حصل من عندها الريفليكشن دي، لو اقمنا عمودي كده هنلاقيها موجوده في نص المسافه بين السورس والريسيفر. يعني دي في نص المسافه بين السورس ده والريسيفر ده، دي في نص المسافه بين السورس ده والريسيفر ده، الريسيفر اللي سجلها يعني، دي في نص المسافه بين نفس السورس والريسيفر الاخراني ده. يبقى السورس بيبقى وراه كذا ريسيفرز. تمام، فاحنا عرفنا ان هي اهي بوينت اللي هي البي، هي بوينت. تمام، وبعدين ميد لان هي جايه من ميد واي بين السورس والريسيفر. كومن اللي احنا هن 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 هنسجلها مره تاني ولكن من ديفرنت سورس ومن ديفرنت ريسيفر. تمام، فلازم ناخد بالنا كمان ان الديستنس هنا في السب سيرفيس نص الديستنس على السيرفيس. تمام، وكمان المسافه بين الميد بوينت واللي بعدها بتساوي نص المسافه بين الهيدروفون جروب، يعني المسافه دي بين الهيدروفون جروب دي ضعف المسافه دي. تمام، طب بعمل اكوزيشن ازاي؟ المركب ما تقدرش تقف فالمركب بتمشي، فدي اول اميتنج للانرجي من السورس نسميها شوت بوينت 1. المركب هيمشي يروح شوت بوينت 2. بصوا عملنا ايه؟ سيبنا ميد بوينت ما تسجلتش المره دي وضفنا ميد بوينت.
اللي ما شافهاش هيشوفها في اللي جاي. هنشوف شوت بوينت 3 هي هتمشي اهي، هي هتسيب كمان نقطة وتضيف نقطة تاني، والتانية هتمشي كده اهو المركب ماشية لغاية مثلا لما عملنا 8 شوت بوينتس، تمام؟ فبقى عندي كام ميد بوينت؟ عد الميد بوينتس دول، ادي 2 4 6 8 10 12 13 ميد بوينت هنا. كل واحدة ضغطت نفس المرة يعني سجلت نفس العدد من المرات؟ لا طبعا، لا طبعا. هنشوف دلوقتي ايه اللي حصل اهو، تعالوا نشوف اتغطت ازاي. لو انا فصلت اهو، ادي خدت شوت بوينت 1 كان في سورس وراها 6 ريسيفرز وادتني الستة شوت ميد بوينتس اللي تحت دول اهو، صح؟ طب لما المركب مشي راح شوت بوينت 2 ايه اللي حصل؟ اهو الريسيفر ده بقى مكانه هنا، والريسيفر ده بقى مكانه هنا، والسورس بقى مكانه هنا. بص الميد بوينتس بقت فين؟ اهي. فاكرين كنت بقول لك سبتها؟ انا سبت دي في الثانيه في شوت بوينت الثانيه. طب لما امشي ثاني، لما امشي ثالث، لما امشي لغايه الثمانيه، خلاص مشيت الثمانيه اهو، ادي كل الميد بوينتس اهم. لو احنا بصينا يعني عندي 13 ميد بوينت اهو اللي احنا حسبناهم في المره الاولانيه، ولكن في ميد بوينتس اتسجلت اكتر من مره، صح؟ عايزين نشوفها اتسجلت اكتر من مره ازاي. هرسم رسم بياني اهو، ادي ال 13 ميد بوينت. لو انا رسمت كده ايه رايكم؟ مش دول الثلاثه ميد بوينت دول اللي هم 6 و7 و8 اتغطوا 6 مرات، تمام؟ دول اتغطوا 6 مرات، واللي قبليهم اقل واللي بعديهم اقل. الست مرات دول اللي بنسميه ذا ماكسيمم فولد. فاكرين كلمه فولد؟ قلت لكم خدوا بالكم منها، وادي كومن ميد بوينت قلت لكم خدوا بالكم منها. فالفولد هنا الماكسيمم فولد عندي هنا 6، يبقى في السيرفي اللي انا عملتها دي هغطي الميد بوينت 6 مرات، يبقى سجلتها 6 مرات، كتبت الكلمه 6 مرات فوق بعضها، تمام؟ فهم ده اسمه الفولد، ان انا سجلت السب سيرفيس بوينت 6 مرات. كانوا من نفس الشوت بوينت؟ لا. كانوا عند نفس الريسيفرز؟ لا، ولكن هم مكانهم في السب سيرفيس واحد، فعشان كده هم كومن ميد بوينت. يبقى الكومن ميد بوينت فولد هنا كام؟ 6. طب هنا كام؟ 5. طب هنا كام؟ 4. هنا 3 2 1، تمام؟ فده بنسميه فول فولد، وده طبعا بيبقى انكمبليت فولد. فالفولد هو او المالتيبلستي هو النمبر اوف تايمز ذات ذا سيم ميد بوينت از سامبلد، يعني ريكوردد باي ديفرنت شوتس اند ديفرنت ريسيفرز. طبعا لو تفتكروا الايكويشن اللي قلت لكم خدوا بالكم اللي كان فيها في البروسيسنج، اللي كان فيها الريفلكتيفيتي كونفولفد مع الويفلت بلس نويزز بتساوي السايزميك، قلنا ان النويزز دي احنا مش عايزينها، لكن السايزميك هو اللي بنسميه السيجنال. السيجنال تو نويز بقى يا جماعه انكريز بالسكوير روت اوف ذا فولد، يعني كايكويشن لما اخد سكوير روت اوف ذا فولد، كل ما السكوير روت اوف ذا فولد ده زاد، القيمه زادت، يبقى السيجنال تو نويز ريشيو هتزيد، يعني السيجنال هتبقى اكتر من النويز. يبقى انا بعمل سي ام بي اكوزيشن اهو زي ما احنا اتفقنا، نشوفها بشكل تاني سريع. ادي شوت بوينت 1 وادي شوت بوينت 2 وادي شوت بوينت 3، عشان اللي فات كنا بنشوف في المارين. هنا لو انا في اللاند اهو هتلاقوا النقط بتتغطى اكتر من مره، يعني هنا كان السورس الاحمر ده والريسيفرز الخضراء، هنا اتحرك اهو، هنا هنا اتحرك هنا وسجل ده كله، والميد بوينتس بقت بشكل اكتر. طبعا بقدر احسب بقى السي ام بي سبيسنج، اقدر احسب السي ام بي فولد قد ايه، بقدر احسب الماكسيمم فولد، كل حاجه ليها ايكويشن زي ما انتم شايفين كده من الديزاين بتاعي. وبقدر احسب الفولد اللي عندي هيبقى قد ايه، والسي ام بي سبيسنج اند وات ايفر. طيب تعالوا نشوف بقى البارامترز بتاعتي انا بختارها ازاي. ايه البارامترز؟ يعني انا هعمل شوتنج كل كام متر؟ طب احط الريسيفرز على بعد بعض، على بعد من بعض مسافة قد ايه؟ طب الريسيفر الاولاني يبقى مسافة قد ايه من السورس؟ الريسيفر الاخراني يبقى مسافة قد ايه من السورس؟ دي بارامترز. طب الفريكونسي اللي هستخدمه وات ايفر. طب تعالوا نشوف البارامترز بتاعتي بجيبها ازاي. انتوا فاكرين احنا لسه قايلين دلوقتي ان احنا بنسجل ديجيتال، صح؟ لان احنا بنحول الويف بتاعتي دي انتو ديجيتس، يعني بنحولها انتو نمبرز. عارف لما كنت بتاخد ترسم في الجراف اللي هو رسم بياني، ممكن تاخد جدول فيه اكس واي، دي فاليو ودي فاليو، وبعدين ترسم تو اكسيز
وتحط الفاليوز وبعدين توصلهم، صح؟ مش ده الجراف او الرسم البياني. هنا بقى السامبلنج العكس، يعني انا عندي الرسمه لان عندي الويف هي شكلها بالشكل اللي انتم شايفينه ده انالوج، وانا احولها لارقام، تمام؟ فانا محتاج اجي اخد قراءه هنا وقراءه هنا وقراءه هنا وقراءه هنا واعمل التيبل، تمام؟ ولكن هل اخد القراءات على مسافات معينه ولا اي كلام ولا اي مسافه؟ لا طبعا، كل شيء، احنا ناس ساينتست، فكل شيء عندنا بالقانون، كل شيء ليه قانون، تمام؟ فازاي هاخد قرايه كل لمسافه قد ايه؟ دي اسمها سامبل ريد، لان هاخد سامبل يعني هقرا سامبل، كل مسافه قد ايه دي اسمها سامبل ريد، تمام؟ ليه؟ لان لو ما خدتهاش بطريقه صحيحه هيحصل عندي ديستورشن للداتا بنسميه تمبورال اليسنج. يبقى السامبل ريت اللي هي المسافات اللي انا هاخد عندها القرايات عشان احولها لارقام، احول الانالوج لديجيتال، لو خدتها غلط هيحصل عندي مشكله اسمها اليسنج اللي هي التمبورال اليسنج. ازاي؟ تعالوا نشوف ازاي الكلام ده عشان نفهمه. في قانون بيقول ان انا لازم يعني عشان اريكورد الكلام ده مظبوط لازم يعني هاخد قد ايه سامبل ريت، اصغر سامبل ريت اخدها قد ايه. لو انا خدت قرايات كده بالرينج الاخضر اللي انتم شايفينه ده، يعني خدت قرايه هنا، يعني ايه عشان نفهم ده معناه ايه؟ معناه ان انا خدت قرايه هنا، تمام؟ وده معناه ان انا خدت قرايه هنا، وده معناه ان انا خدت قرايه هنا، اطلع فوق كده تعرف فين النقطه اللي انت قريتها. هل اخدها كده ولا اخدها كده يعني مسافات اقصر اصغر ولا كده، تمام؟ انت توقع مين فيهم هتبقى احسن، هتريبريزنت الرسمه دي الانالوج دي، وخليها في دماغك دلوقتي لغايه ما نشوف. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. لو انا خدت الخضره، ايه رايك في الخضره؟ هل ريبريزنت الكيرف الازرق اللي هو الويف الاصليه الانالوج؟ لا طبعا، لانها هتطلع كده، لو انا رسمتها هتطلع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هل الشكل ده هو الشكل الاصلي الازرق الكونتينوس اللي فوق؟ لا. طب تعالوا نشوف بعدها اللي هي كانت الغامقه دي اهي، ها ابتدت والله شكلها تقريبا يعني شبهها بس مش هي بالظبط. طب لو خدت الحمراء ايه رايكم؟ ورجعتها بالظبط زي ما كانت هنا؟ لا بص هنا في الاول حصل ايه؟ طب مشكله. طب اعمل ايه يعني؟ طب اخد ازاي السامبل ريت دي؟ يعني اخد قرايه كل قد ايه؟ اللي حسم الموضوع ده عالم زيكو اسمه نيكوست. نيكوست ده قال ان عشان ما يحصلش تمبورال اليسنج، تمام؟ يعني الماكسيمم ان اليس فريكونسي، يعني الفريكونسي الصحيح بنسميه نيكوست فريكونسي، بيساوي واحد على توايس ذا سامبلنج ريت. بمعنى ايه؟ يعني لو انا عندي الويفلت بتاعتي 500 هرتز، الفريكونسي بتاعها 500 هرتز، يبقى هاخد سامبل ريت واحد. لو عندي 250 هرتز يبقى سامبل ريت 2، يعني هاخد كل 2 قرايه كل 2 مللي سكند هتحفظ لي شكل السامبل. لو كانت 125 هرتز، لو خدت قرايه كل 4 مللي سكند هيبقى اقدر ارجعها تاني. طب وانا عايز ارجعها تاني دي، ده انا بسجلها بس ديجيتالي، لكن لما اجي اشتغل عليها البروسيسنج وارسمها عشان اشوف السيزميك سيكشن لازم تبقى انالوج شكل التريس. يعني يبقى انا بسجل الويفلت بحولها لديجيتس عشان احفظها واعمل لها بروسيسنج ديجيتالي، وبعدين ارجعها تاني لشكل الانالوج اللي هو شكل الويف عشان اقدر اشوف السب سيرفيس جيولوجي، تمام؟ فنيكوست هو اللي حط الموضوع ده. طيب بيبان ازاي ده على السيزميك داتا؟ لو ده شكل سيزميك داتا، ادي التريسز اللي انا بقول لكم عليها اهي، هتلاقوا خطوط رئيسيه كده وفي بيكس سودا اهي وترفس بيضاء اهو زي ما شفنا في اول سلايدز، تمام؟ دي الريفليكشنز اهي، بص الالينز بيعمل ايه؟ يجي يركب فوق الريفليكشن ويبوظها خالص. يعني الريفليكشن هي الخط اللي ماشي ده كده، ده ريفليكشن ده ريفليكشن ده ريفليكشن. بص الاليسنج جه هنا عامل ازاي؟ ركب على الداتا بوظ شكلها خالص زي اللي احنا شفناهم قبل كده في الاليسنج. كمان الاوفسيتس بقى، قلت لكم خدوا بالكم من كلمه اوفسيت، الاوفسيت اللي هو المسافه بين السورس والريسيفر، تمام؟ فده هو اللي اسمه الاوفسيت. فالماكسيمم اوفسيت اللي احنا شايفينه يعني ابعد ريسيفر عن السورس
ليه علاقة بالتارجت ديبس، انت عايز الريفليكشن تجي لك منين، فلازم المسافة دي تبقى محسوبة تبع انت عايز تسجل ديبر قد ايه. تمام، الماكسيمم شوت ريسيفر اوفست اهو، هاي يعني هنا في الحالة دي عندك هتنزل ديبس تاني اهو، تارجت ديبس اعلى من هنا. بص ليه تيجي، لان انت الريفليكشنز هنا جات لك فعلا عند الريسيفر، لكن الريفليكشنز اللي تحت خالص دي هتجي لك فين؟ اه يعني انت يبقى القصد ان هي الاوفست ده يبقى ماشي مع التارجت ديبس عشان الريسيفر بتاعك يقدر يستقبل الريفليكشنز اللي جايه من اخر ديبس انت عايزه. تمام، يبقى الماكسيمم شوت ريسيفر اوفست المسافه بين السورس واخر ريسيفر لازم تكون اكبر من او بتساوي التارجت ديبس عشان اقدر اكولكت الريفليكشنز اللي جايه من الديبست تارجت بتاعي اللي انا عايز يجيني منه ريفليكشن. طب الريسيفر سبيسنج بقى اللي هو الديستنس بين الريسيفر والتاني، لو ما حسبتش، لو ما خدتش الديستنس دي مظبوطه هيحصل لي نوع تاني من الاليسنج، يعني ديستورشن للداتا اسمه سبيشال اليسنج. تمام، يعني لو ده شكل الداتا بتاعتي، لو انا خدت الريسيفر سبيسنج غلط هيبقى شكلها كده. بص بص، هل دي ريفلكت دي؟ لا طبعا. تمام، لما دي مثلا قلت الياس دي ده، لك طب هل في ايكويشن كده؟ طبعا، ما احنا قلنا احنا ساينتست لازم نبقى بايكويشن. تمام، دي الايكويشن، السي ام بي انترفال لازم المسافه بتاعت السي ام بي هتساوي الويف لينث، ويف لينث بتاع الانرجي اللي انا واخدها على 4 ساين ثيتا، ثيتا اللي هي الديب انجل بتاعت الريفليكتور اللي في السب سيرف. الداتا دي اليست يعني بايظه زي دي كده، يعني فيها ديستورشن، لكن الداتا دي ما فيهاش ديستورشن زي ما انتم شايفين كده، لان في دي كنا واخدين الجروب انترفال صح. تمام، اللي هو هنا ريبريزنتد بالسي ام بي انترفال، السي ام بي انترفال نص الجروب انترفال صح. تمام، وهنا هي اليست. طيب السيجنال تو نويز يعني ايه؟ سيجنال يعني ايه نويز؟ لازم اعمل نويز تيست في الفيلد عندي عشان اقدر اشوف، فكل اللي احنا شايفينه ده عباره عن نويزز. تمام، فدي مثلا بنسميها كيبل تاج نويز، يعني الكيبل بيعمل نويز بشكل معين، ده انذر تايب اوف نويز. دي رو شوت ما فيهاش نويزز اهي. تمام، دي بعد ما عملنا لها كوركشن، نعمل لها جين كوركشن. فانت يعني هنا دي الرو شوت اللي انت مسجلها، هنفهم الكلام ده اكتر بكره. دي عملنا لها خطوه في البروجكت اسمها جين كوركشن، ابتدى يشوف الريفليكشن وتبان عندك شايف النويزز، شايف النويزز دي اللي هي هنا، اللي هي هنا دي اهي بتبان على الداتا. يبقى انت لما بتيجي تسجل بتسجل كمان معاك نويزز، فلازم تعمل تيست وانت في الفيلد تعرف ايه نوع النويزز اللي انت هتتسجل عندك او تقدر تشتغل عشان تشيلها، ما قدرتش تشيلها تبقى متوقع ايه اللي هيتسجل عندك. طيب تعالوا نشوف بقى عشان نخلص الاكوزيشن ده ان براكتس، يعني ازاي الكلام ده بيبقى في الفيلد، بنعمله ازاي حقيقة في الفيلد. يعني عشان اعمل سيزمك اكوزيشن لازم يبقى عندي كل المعلومات اللي انا عملت بيها الاكوزيشن، وكل المعلومات دي بتبقى مكتوبه يا يعني اما في 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 في, في ريبورتات، طبعا في ريبورتس زي مثلا الاوبزرفر لوج او النافيجيشن لوج، يبقى لازم ابقى عارف البولاريتي اللي عندي، اشوف الريكوردنج اللي عندي انواعه ايه، اشوف الاليسنج سامبلنج اند اليسنج، التيب فورمات اللي عندي ايه، لو انا عامل بروسيسنج عندي ولا لا. يبقى انا لما باجي اعمل اكوزيشن لازم يبقى عندي ريكوردنج لكل حاجه، اللي هو الاوبزرفر لوج. الاوبزرفر ده اللي هو الجيوفيزست اللي موجود في الفيلد بيتابع كل الشغل بتاع الاكوزيشن، فهو بيعمل ريكوردنج للاكوزيشن ديتيلز اللي حصلت، الشوت بوينت دي كانت في مكانها ولا اتحركت، كل الريسيفرز كانت شغاله ولا في ريسيفر مش شغال اند وات ايفر. في النافيجيشن لازم بنعرف الاكس واي بتاعت كل سورس والاكس واي بتاع افري سنجل ريسيفر والاليفيشنز بتاعتهم كام. كمان البولاريتي دي، فاكرين البولاريتي ساعه ما قلت لكم هنحط الرقم البوزيتيف بتاع ريفليكشن كوفيشنت هنا بيك، لكن ممكن تتحط اترف، دي البولاريتي. البولاريتي معناها ان جنرال يعني
البوزيتيف ريفليكشن هرسمها بيك ولا هرسمها اطراف، والعكس بالعكس، تمام؟ فلازم ابقى واخد بالي من الحاجات دي. في الريكوردنج لازم ابقى عندي هيدروفونز لو انا في المارين، او طبعا جيوفونز لو انا في اللاند. لازم اخد بالي من السامبلنج والاليسنج اللي احنا لسه متكلمين عنهم من شويه. لازم ابقى عارف طبعا عندي التيب فورمات اللي انا هستخدمها، الفيلد فورمات هي اي ولا بي ولا سي ولا دي، تمام؟ ولو عندي بروسيسنج في الفيلد وانا شغال بينفعني ان انا اعمل كواليتي كنترول على الداتا بتاعتي. طيب الاوبزرفر شكله عامل ازاي والنافيجيشن شكله عامل ازاي؟ طبعا زمان جدا كان كل الكلام ده بيبقى على شيتس زي ما انتم شايفين كده، بتكتب حتى بخط الايد زي ما انتم شايفين كده، يعني كتب اسم الخط، اسم السايزميك لاين يعني، والتاريخ والشركه اللي عملت له اكوزيشن، وهو كان معمول لشركه مين اصلا، ويتكتب هو كان بيستخدم كام فايبرو سايز، ولا كان داينامايت، ولا السورس كان نوعه ايه، تمام؟ وبعدين ارسم الرسمه، العلاقه بين السورس والريسيفر كانت كام، وبعدين يتكتب بقى الريكوردنج الشوت بوينت رقم كذا، اتكتبت في فايل رقم كام في الريكوردنج، والشوت بوينت اللي بعديها في فايل رقم كام، طب والريسيفر الاولاني كان رقم كام في تشانل رقم كام في الريكوردنج، والريسيفر الثاني اند سو اون. يعني كل افري تايني انفورميشن بتتكتب في ريبورت كان كلها بتكتب بالايد كده يا ولاد، تمام؟ وهكذا النافيجيشن شيت كان بيكتب فيه الداتم اللي مستخدم، السفرويد اللي مستخدم، ايه البارامترز بتاعت النافيجيشن، مستخدم جي بي اس ولا مستخدم شوران ستيشن، مستخدم حاجات معينه ولا ايه، طب الاليفيشن ريفرنس لمين، كل الكلام ده بيتكتب في النافيجيشن شيت. طبعا الكلام ده كان زمان، يعني ده كان بيتكتب بالايد كده، ده مثلا مكتوب هنا زي ما انتم شايفين على كمبيوتر، ولكنه جاي على ورق، يعني كان كله بيبقى مكتوب على ورق. بعد كده ابتدى الكلام ده يتكتب ديجيتالي، تمام؟ على الشيل بروسيسنج سبورت فورمات كان بيجي بقى ديجيتالي، فبيبقى في جدول لكل حاجه، الريسيفرز والالفيشنز بتاعتها والاكس واي بتاعتها، السورسز كانت فين اند سو اون، وبيتكتب كل الكلام ده ديجيتالي، وكمان بيترسم الرسمه بتاعت الجيومتري كانت عامله ازاي، الجيومتري اللي هي علاقه السورسز بالريسيفرز كانت عامله ازاي في الفيلد اند سو اون، كل حاجه بتبقى موجوده او بتيجي ديجيتالي. فدي الانفورميشن اللي احنا جايبها. يبقى ان براكتس لازم هيبقى عندي ريبورتس تجي لي من الاكوزيشن مكتوب فيها كل حاجه بالظبط من الفيلد. طب تعالوا نفهم الفرق بقى بين ال 2 دي وال 3 دي اكوزيشن، هنشوفه في المارين وهنشوفه في اللاند. طب تعالوا نشوف ال 2 دي فيرسس 3 دي في المارين اكوزيشن. في ال 2 دي اللي بيحصل ان انا بعمل نمبر اوف لاينز في اتجاهين، على الاقل في اتجاهين متعامدين، اللي هو اتجاه الديب اوف ذا سبسيرفيس ستراكشر، والعمودي عليه اللي هو اتجاه الاسترايك of the subsurface structure. يبقى في ال 2 دي الخطوط اللي عندي او السيزميك بروفايلز اللي انا اعمل لها اكوزيشن لازم تبقى انترسكتد، لازم تبقى متقطعه، تمام؟ وبتبقى في اتجاهين مختلفين. جنرالي سبيكينج بنسميهم ديب دايركشن اند سترايك دايركشن. ليه؟ لان انا في الاخر هعمل مابنج للسبسيرفيس ستراكشر، واي ستراكشر في الدنيا ليه ديب انجل، ترو ديب وابارنت ديب طبعا، وليه سترايك، تمام؟ الترو ديب بيبقى عمودي على الاسترايك. فانا المفروض ان انا اعمل خطوط على الديب عشان اقدر اشوف الفولتس واشوف الديبنج لايرز، واعمل خطوط على الاسترايك عشان اقدر اعرف الاكستنشن بتاع الاستراكشر بتاعي ده. يبقى اول حاجه في ال 2 دي ان هي هتبقى بروفايلز او سايزميك لاينز اللي هسجلها تبقى متقاطعه وتبقى تقريبا في اتجاه الاسترايك والديب، الا لو انا احتاجت اعمل اي اتجاه تاني عشان مثلا اشوف ديتيلد انفورميشن ما يجراش حاجه، بس المهم ان هو بيبقى متقاطع مع بعضه عشان اقدر اعمل الماب بتاعتي، تمام؟ ليه؟ لان ال 2 دي بروفايل بيشوف خط واحد بس، كاني خدت شريحه من تحت الارض كده 2 دي، عشان كده اسمه 2 دايمنشنال، يعني اكس وواي، اكس وزد بس، يعني الاكس بتاعي والزد بس، تمام؟ فبيطلع كانه شريحه واحده زي ما انتم شايفين. اما في ال 3 دي بقى
فال 3 دي بعمل اكوزيشن لللاينز على كلوز ديستانس وكلهم بارلل تو ايتش اذر، والخطوط اللي انا بسجلها دي بسميها الان لاين، بسميها ذا ان لاين. تمام. طب حد هيقول لي طب والكروس لاين فين؟ لا، لما بعمل بروسيسنج بقى، ودي ميزه ال 3 دي، لان هو بيطلع كيوب، تمام، فاقدر اطلع منه خطوط في اي اتجاه. فالكروس لاين ده بيبقى في اتجاه عمودي على الان لاين، لكن الخطوط اللي انا بسجلها في الفيلد، تمام، بتبقى هي الان لاين كلها بارل، زي ما انتم شايفين الرسمه اللي تحت دي اهي، ادي السايزميك فيسل وراها كذا كيبل اهو بيتسجل في نفس الوقت. انا بسجل خطوط ان بارلل، لكن في ال2 دي هو كيبل واحد بس، ستريمر واحد بس ورا المركب، وان ستريمر في ال2 دي، لكن في ال3 دي بيبقى سيفرال ستريمرز ممكن يوصلوا ل 16 او اكتر، تمام، تبع الاندستري، وطولهم كبير جدا فبيتسجلوا في اتجاه واحد. طيب في ال 2 دي مارين اهو زي ما احنا لسه شايفين، هيبقى ادي السايزميك فيسل وراه بوت واحد اهو، ده اللي بنسميه الجيومتري اهو. لازم ابقى عارف الاوفست ساي، احنا لسه كنا بنتكلم عنها، يعني الديستانس بين الانتنه، ايه الانتنه بقى، دي حاجه جديده اهي. لا، ما هو الانتنه دي المكان اللي بيتعرف فيه النافيجيشن بتاعت المركب، الاكس واي بتاعت المركب فين، هي دي الانتنه. فادي الديستانس بين الانتنه والسورس، لازم ابقى عارفها لان كل حاجه ريفيرنج للانتنه. وادي عمق السورس 6 متر، وادي المسافه بين السورس واول ريسيفر 60 متر، وادي المسافه بين الريسيفر واللي بعديه اللي هو الهيدروفون طبعا 12 متر ونص، وادي طول الكيبل كله اللي هو الاوفست كله اهو 2987 ونص متر، وعمق الريسيفر هنا الكيبل هنا 6 متر. تمام. فادي ادي الجيومتري، ادي يعني كان الاكوزيشن عامل ازاي. تمام. لازم طبعا الدبس بتاع الريسيفر ده بيعتمد على حاجه، احنا عندنا نوع من النويز اسمه ذا جوست، فاحنا بنحسب العمق اللي هو ما احسبش، يعني احاول اكنسل فيه الجوست وابتدي احط ريسيفر عنه، ولكن لو اتسجل معايا تاني بشيله في البروسيسنج. لكن في 3 دي بقى اكوزيشن اهو، هيبقى ادي السايزميك بوت، هيبقى عندي تو سيت من السورسز، وعندي سيفرال كيبلز زي ما احنا قلنا، كيبلز طبعا فيها الهيدروفونز بتاعتي، وانا لازم اعرف الديستنس بين السورس والتاني، واعرف الديستنس بين كل كيبل والتاني اللي هو 100 متر هنا، وهنا حتى شوف الجروب هنا الريسيفر مترقم 240 هو القريب من السورس، وواحد هو اللي بعيد. تمام. ولازم ابقى عارف الديستنس دي عامله ازاي، ادي السنتر بتاع السورس لغايه اول ريسيفر حوالي 60 متر، ادي الديستنس بين الانتنة والسورس 155 متر اند سو اون. ده الجيومتري يا اولاد، ده يعني اللي الاوبزرفر بيكتبه او بيتكتب في الاس بي بي اس فورمات، عشان انت ما تيجي تعمل بروسيسنج بتحتاج الكلام ده كله، لانك لازم تعرف البروسيسنج سوفت وير الجيومتري بتاعت الاكوزيشن كانت عامله ازاي. تمام. طيب لما نيجي لللاند بقى اكوزيشن، فبرضه ايه اللي هيفرق؟ هيفرق السورس مثلا ان انا على اللاند، هيفرق السورس مثلا هنا، ولكن برضه الخطوط لازم هتبقى متقاطعه طالما 2 دي. ولكن في 3 دي بقى الميزه في اللاند 3 دي انه مش بيبقى مركب بقى وجر السورسز والريسيفر وراه، لا، ده انا برص الريسيفرز وبعدين السورس بتاعي بيمشي في الاتجاه اللي انا عايزه، فممكن يمشي عمودي على اتجاه الريسيفرز، ممكن يمشي بارلل، ممكن يمشي زجزاج، ممكن يمشي بشكل الستار، وات ايفر. كل الكلام ده انا بحسبه واشوف مين اللي هيديني احسن فولد، فاكرين الفولد، وهو اللي انا استخدمه. ففي اللاند اكوزيشن بيبقى بقدر يجيني ريفليكشنز بشكل اقوى واكبر من المارين اكوزيشن. طيب في ال 2 دي اكوزيشن ان براكتس اقول جيومتري عباره عن ايه؟ ادي المكان الشوت، بص عندي كام فايبرو سايز، 1 2 3 4، ده بنسميه سورس اري، لان مش بستخدم فايبرو سايز واحد، بستخدم اربعه. طب الويت بتاعه فين؟ كان السورس فين؟ في النص بالظبط. فانا عارف الديستنس بين السورس واخر ريسيفر، وعارف الديستنس بين السورس واول ريسيفر، وعارف المسافه بين الريسيفر والتاني، واخدين بالكم؟ فده الريسيفرز وده السورسز، السورس بتاعي
وازاي لازم اعرف كل الدايمنشنز دي. لما باجي اعمل الاكوزيشن ده بنسميه الاورثوجونال، اللي انا قلت لكم هيبقى الريسيفرز محطوطه والسورسز بتمشي عموديه عليها، طبعا مش بتدوس عليها فتكسرها يعني، لكن في اتجاه عمودي يعني على الريسيفرز، ده بنسميه الاورثوجونال ديزاين. تمام، بيبقى مسامات بقى كتيره بقى، ما بقدرش اعمل السيرفي كلها مره واحده، بقسمها لاجزاء، فكل جزء بنسميه سواف. تمام، والجزء اللي هو بين السورسز والريسيفر ده بنسميه ذا بوكس. دي مسميات في الاكوزيشن بتاع ال 3 دي. طيب تعالوا نشوف بقى اكزامبل. يعني ادي لاند اكوزيشن بعد ما خلصت كلها، بص شكله الازرق ده اللي هو ريسيفر لاينز، وادي السورس لاينز اللي هي الحمراء هنا، هتورثوجونال اللي هي عموديه عليها. تمام، ادي المارين بيبقى عباره عن الخطوط بارل لبعضها، السورس كان ما ماشي وراك الخط بتاعه. تمام، ده دي الفولد بتاعت اللاند، دي الفولد بتاعت المارين. كل لون من دول بيقول لي انت غطيت السبسيرفيس بوينت كم مره. حد هيقول لي ما في جاب هنا، ما هو في جاب اهو في الاكوزيشن شايفها، ادي الجاب هنا، لان هنا كان في زي بلاتفورم مبنى، يعني حاجه رصيف انتاج موجود، فطبعا ما نقدرش نسجل عنده، فبيديني جاب في السيزميك داتا زي ما انتم شايفين كده. كل لون من دول بيديني شكل الفولد اللي عندي، لازم يبقى شكله هوموجينيوس طبعا بشكل او باخر. بالنسبه لل2 دي بيطلع نفس الرقم، يعني هيطلع لي سيزميك لاينز فيرتيكال سيزميك لاينز زي ما انتم شايفين كده، بنفس عدد الخطوط اللي انا عملت لها اكوزيشن بالظبط. يعني انا كنت عامل 5 خطوط، طلع لي 5 خطوط فقط، وكل خط هو اتجاه واحد، اتجاه اللي على الارض واتجاه الديب، وشايف الريفليكشنز بتاعتك تحتيه. لكن في 3 دي بيبقى كيوب زي ما انتم شايفين كده، وبيطلع لي كيوب كمان من الداتا، والكيوب من الداتا دي بقدر ابص في اي اتجاه فيها، سواء الان لاين اللي انا عملت فيه الاكوزيشن. تمام، ادي اتجاه الان لاين. تمام، والعمود عليه يبقى كروس لاين، مثلا ادي ان لاين وادي كروس لاين. كمان اقدر اشوف هوريزونتال سلايسز، اقدر اقطع هوريزونتال، فاقدر اشوف زي ما انتم شايفين دي ريال داتا يا جماعه، دي ريال داتا. تمام، يبقى مين اقوى بقى، ال 2 دي ولا ال 3 دي؟ طبعا ال 3 دي اقوى. انا بعمل ال 2 دي ده لما اكون مضطر فقط، الله اعلم، لما اكون مضطر فقط. لكن يبقى ال 3 دي بيطلع لي فوليوم، اقدر اشوف فيه السيزميك داتا بتاعتي في اي اتجاه انا عايزه، لكن في ال 2 دي هو اتجاه العمودي فقط. تمام، اللي انا شايفه ده. طبعا السكيل ده ان تو واي تايم، وده الديستنس بتاعتي. في other types of seismic acquisition يعني بنستخدمها، اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده conventional، ولكن في اقدر اعمل حاجه اللي هي الاو بي سي او الاوشن بوتوم كيبل. فاكرين لما قلت لكم في الجامبل جيفون هيدروفون، بحطهم على القاع هنا عشان استفاد ان جيفون يقيس لي الانرجي اللي جايه ك ك ك كجراوند موشن، وجايه من اتجاهات متعدده. اقدر اقيس بقى الشير ويف والبي ويف، الشير ويف بنوعينها والبي ويف، واقدر احط كمان هيدروفون فاقدر اقيس الريفلكتيفيتي. فيبقى نسميه حتى يعني ده ممكن يبقى اسمه 4 سي، يعني هيبقى في هيبقى مثلا جيوفون بيقيس البي، واثنين جيوفون بيقيسوا الشير، وهيدروفون بيقيس البي، يبقى دي 4، 2 بي و2 شير، 2 بي، واحد بجيوفون واحد بهيدروفون، واثنين شير هيبقوا طبعا بجيوفون. تمام، فالمركب فوق زي ما انتم شايفين، وده السورس وده الكيبل على الارض ده. لكن اتطور بعد كده العلماء، طوروا الموضوع ده وعملوا بدل ما يحط كيبل على القاع، ابتدينا نحط نودز. يعني الصندوق ده اسمه نود، الصندوق ده اسمه نود، جواه الجيوفون ومربوط فيه الهيدروفون، وبيقيسوا برضو الشير في اتجاهين، بيقيسوا البي مره بالجيوفون ومره بالهيدروفون، فنسميه بقى او بي ان اوشن بوتوم نودز. فهم الاثنين، ده بنستخدم كيبل، الاثنين اوشن بوتوم، بس واحد بنستخدم فيه كيبل وواحد بنستخدم فيه نودز. لو انا عملت الاكوزيشن بتاعي في اتجاه واحد، يبقى ده بسميه نارو ازيمس. تمام، ده اسمه نارو ازيمس او نارو رينج ازيمس اكوزيشن.
لو انا عملت الاكوزيشن في اتجاهات متعدده يبقى اسمه مالتي ازيموث اكوزيشن. تمام، لو انا عملت السورسز متباعده جدا عن الريسيفر يبقى اسمه وايد ازيموث اكوزيشن. تمام، ده يعني ده تكنيك في الاكوزيشن زي ما انتم شايفين. فكركم تاني، ادي السب سيرفيس، ادي اللايرز اللي هي جنتل ديبنج، ادي الانكونفورميتي سيرفيس، ادي الفولس ليستريك فولس زي ما انتم شايفين، ادي السيزميك داتا بتبينها بالشكل اللي في منتهى الدقه اللي انتم شايفينه ده، طبعا بعد الاكوزيشن والبروسيسنج المظبوط. وبكده يبقى انا يعني قدمت لكم البيزكس بتاع السيزميك اكوزيشن. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا، وانا جاهز لاي اسئله. اهلا وسهلا بكم. شكرا يا دكتور، ومعلش تعبتك معانا، ربنا يكرمك يا رب. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. طب شباب، في حد عنده اي اسئله؟ لو حد عنده اسئله ممكن يشيل الميوت ويتكلم على طول. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا دكتور. عليكم السلام. في المارين اكوزيشن يا دكتور، السفينه وهي بتتحرك بيتم تجميع الداتا على طول، ولا السفينه بتتحرك فتره مثلا وتعمل شوت بوينت وتسجل وتتحرك تاني، ولا ده بيكون دايركت؟ جود كويستشن. طبعا اللي هو الحالي لا طبعا هي بتبقى في حركه دايما. الفكره بقى ببساطه ان انت مثلا عامل الشوت بوينت رينج، يعني المسافه بين الشوت بوينت واللي بعدها مثلا سبوز ان هي 25 متر. تمام، فيبقى انت هتمشي، تمام، يبقى انت هتظبط الجن ان هي اميتس الانرجي تفرقع كل 25 متر. انت بتحولها بقى لتايم، السفينه ماشيه بسرعه كذا عقده، يبقى مثلا كل دقيقه هتبقى ال 25 متر، فكل دقيقه يوم السورس مفرقع ومتسجل انسوقن، فبتبقى من الحركه. تمام، يعني بيكون في معادله محطوطه مثلا ان كل بعد كل فتره مثلا يعمل شوط على طول لوحده. ايوه كمان. تمام. لو احنا بنعمل لاينز كبير بنبقى مستخدمين تو سورسز، سورس يضرب كل 25 متر، فاهمني؟ فلما السورس تمام. اليمين يضرب كل 25 والسورس الشمال يضرب بعديه ب 25، يبقى كل واحد كانه بيضرب كل 50، بس في الاخر انا بجمع كل 25. مش عايز ابقى لخبطتك، ولكن هي ببساطه شديده بتبقى اوتوماتيك، بنظبط سرعه المركب مع الوقت اللي الجان فيه تبقى تتمتس الانرجي. تمام، طبعا لو انا قلت لك دقيقه انت هتقول لي دي صغيره قوي، لا ما انا بسجل كام سكندز، انا بسجل السيزميك داتا دي كلها ممكن تبقى مثلا 12 سكند، 15 سكند بكتير جدا، 15 ثانيه، فهمت قصدي؟ فهكون لحقت عملت الريكوردنج أيوة، وسجلته وكل حاجه. تمام، شكرا. اي اسئله تانية يا شباب؟ اللي عنده اي سؤال عادي اتفضل، فك الميوت، تقدر دلوقتي تفك الميوت وتسأل الدكتور. أظن كده هنكتفي بالقدر ده. تمام، أشكر حضرتك تمام. دكتور، شرفنا جدا. إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد إن شاء الله نتكلم عن البروسيسنج إن شاء الله. إن شاء الله، تمام، بكرة بإذن الله في نفس الميعاد الساعة 5 عندنا مع الدكتور في شرح البروسيسنج.
ان شاء الله، وهنشتغل على برنامج اسمه فيستا عشان تحملوه. تمام كده يا دكتور؟ ايوه، لو قدروا يحملوه اهلا وسهلا، مفيش، انا هعمل الشغل كله وهطلع النتيجه واوريكم النتيجه، ما تقلقوش، يعني تبقى بالظبط كانك شغال على البروجرام عشان الوقت بس، فلكن تمام انا هوريك ازاي الريزلتس بتبقى شكلها عامل ازاي ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور، ان شاء الله. شرفنا جدا دكتور، اهلا، وشكرا لك جدا جدا لحضرتك. العفو، اهلا وسهلا بك يا شباب، نشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم. وعليكم السلام.